اوكي الان الحين عندنا ماتش سعود ضد عبد الملك أو توكي. توكي توكي لازم هذا بهذه هذه المباراه اهداء لابو عزام. ابو عزام من احب يحب شخصيه باكمان فالحين باكمان جاء ما يسمعني اوكي شباب شو السالفه في شيء هات توكي طبعا السالفه اقوى لاعبين اوكي حسب هذول بس عاد سنلعب اوكي ترى باكمان جاك الحين لا غير ما لعب باكمان اليوم لعب ماري قاعد يستهبل ترى ابو عزام يبي باكمان ابو عزام ما يبي الا باكمان طبعا ناخذ لنا فتره نتكلم عن توكي. توكي يعني صار له فتره طويله ماسك الليدر بورد عندنا في الرياض ماخذ الاول ما شاء الله تبارك الله لانه دائما ما شاء الله حاضر دائما ياخذ مراكز كويسه باكمان. باكمان حقه رائع جدا صراحه. معروف بالباكمان حقه بس ما اشوف اليوم قاعد يلعب ماريو ايش المنو ذي تحويل غريب بس ممكن كيف بجرب اي صح تجربه للكاركتر حقته اوكي اب ثرو نايس ابو عزام اوكي توكي ضد سعود الان الحين ماتش ايفن اوه مس فنش السلام عليك حلو الدي اي ممتاز من سعود حاس شوية ديد كونغ اللي هو سعود بيلعب شوية ديفنسبلي ايه سعود انا لعبت معاه قبل من اول كثير اول ما كان يجي بدأ يجي كانت كان لعبة اقل من كذا بواجد بس انه صار له ليفل اب كثير من الفترة الماضية هذه اخر مرة لعبتها في بطولة تعبني اوه كيف اوه لسه محاولة اجقر ثانية قدر يرجع سايد سماش نايس تان ثرو غير حلو ال اوكي ناس شيلد ممتاز الماتش تقريبا الماتش متساوي بالضبط ايفن خلاص نايس موزة الى اب ثرو اب اير اوكر الدي اي بالنسبه لي لدود حلوه باد دي اي هناك على اظن واو والله حلوه صراحه مع الادفانتج ما توقعت ابدا انه ممكن يتعب توكي زي كذا نايس ممتاز نايس اسمع قرا النوتر قتب اعطاه اب سماش وان ستوك وان ستوك حلو سعود مره ما شاء الله تبارك الله لعبه كويس ما شاء الله النوتر حقته ممتازه نايس نايس دائما تشوف البرسنتج حقتهم قريبه من بعض. ايه حتى اصلا شخصيتين نفسهم يعني اتوقع لعبهم قريب من بعض من ناحيه النوتشر لان إيه. كلهم يبغون يسكون قراب، كلهم يبغون يكونون في الرينج اللي مد الى قريب. قريب كلوس ايوه. ايه صح. فما يعني حتشوفهم تشوف وقت وجه بعض ما حد راح يحاول ينحاش ولا شيء. غريبه الفلد هذا صراحه. ايه. اوه شو ما ضربه؟ هيت بوكسز. سماش فور. سماش فور هيت بوكسز. شكرا ساكرا. ترى اوه حلو حلو اير اب اير اب اير محاولة جيدة فير مات والله اني داري فاست فول والله اني داري في تتوقع ممكن يحول لباك مان ما ادري بس اللي سواه قبل شوي كان يضحك صراحة يعني كمان ما هي من عادة عبد الملك كان يبغى يروح الفلاش شوي ايه مشكلة الفير حقت ماريو صراحة لأنك لما تسويها رائعة أكيد تحس إنك سويتي خرافي بس إنها مرة لاقي ومرة تطول وما تخلص بسرعة يعني مرة خطيرة بس وورثت صراحة وورثت أم والله وورثت قوة بعد عبد الملك اختار رجع الباكمان وحط باكمان خلينا نشوف إذا إنه يقدر يرده طبعا باكمان بيتغير لعبه 180 درجه خلاص الحين زونينج بنقعد الخمس دقائق كلها
اوكي نايس نير. انا ما اظن عبد الملك عنده يعني خبره في الماتش هذا. مو يلعب مع اسمه هشام طلوق. هشام نايس داش تاك حلوه. سلام. اوه ريد ريد ممتاز. انا لاحظ ان داش تاك حقت باكمان باخر ضربات تقدر تطلع منها بنت على طول بدون لاج. اوه هي ثلاث ضربات. انا اشوف انا دائما اشوف توكي ما ادري اذا كان صح ولا لا بس لما يركض لما يسوي داش تاك بعد ما يخلص الضربه العضه الثالثه يقدر ينط بدون لاج. وشيء يعني جمب كانسل اي شيء زي كذا. ايه يصير مره لا رائعه صراحه. يقدر يكمل منها اب اير يكمل منها فير يعني ممتازه. اجقاد اوكي هذا ايش قاعد يسوي؟ هو صراحة ركبري غريب بس مشت مشت خلاص. إذا مشت ما عندك مشكلة والله ما شاء الله. حتى لما رجع حول المين حقه باكمان لسه سعود يعني ما شاء الله سعود ما يعني شكل حقته ما شاء الله. أوه الجرس انتبه من الجرس دائما تتبه من الجرس. الجرس ولا البودينج أنا ما أدري شو هو صراحة إلى الحين. والله في ناس يقولون بودينج في ناس يقولون جرس في ناس شكله جرس والله شيء. هو المفتاح. أوكي تنتلت لا لا تعطيه الاير دوج. يس نايس ماسك الشيلد جاب من جرس بس ستريت. تيد انقذه. واو بيوت موت انت من التفاحة داية التفاحة ما يعرف شكل ثانية التفاحة هذه. ما حد يتوقع الا المفتاح والجرس. ايه فينا في لاك اوف اكسبيرينس. لا لما تلعب باك باك كثير تعرف ان التفاح هذا شيء خطير مره مو شوي. شكلها كذا قبيح بس انها يعني تقتل. ايه كان بيزرف منها النطه حلو مره. برزنس اوف مايند مره كويس ما شاء الله. اب اير اب اير. ماريو هذا من جد. سلام الكفر ممتاز. لبي هذه استخدمها على الارض لانها تطلع اشوف احليها ايش شوي يرميها تتدربها تذبح شوف طارت فوق انت من منها تنزل لك انا داري. واو ما شاء الله النترال حق عبد الملك يضرب. يا سلام حلو السيت اب جميل. لما يطلع ينقز غصب حلو حلو كان اوه نايس نايس. واو ما شاء الله صراحة حلو صراحة حلو يعني عبد الملك قدر يحولها صراحة يعني اي بدا شوية شوية بس بعدين حسيت انه سوى داونلود واخذ توستوك حلو. السيت اب اللي قبل كان جاك مرة حلو من جد يسوي كفر كل اوبشنز حقته. ايه الا اتوقع الرول ما يقدر يسوي له اي صح بس هو واقف تلقاه في المكان اللي على الرول فهو فعليا غطى كل الاوبشنز صح. سعود حول يوتو اوكي انا ما قصدت ميوتو حقه فما انا ما عندي اي فكره ولا انا فاختار تاونت سيتي. اوكي انا اشوف ممكن باكمان عنده صعوبه انه يقتل من السيلينج فممكن نقدر نستفيد من ميوتو الا لو انه في اوبشن انا ما عندي خبره. شوف بقول لك ميوتو ايوه نايس ميوتو ممكن يكون انتبه من هذا. اوه ماي جاد سيل سبايك. لا مو كذا من جد والله حرام. سلام عليك حلوة نايس. الدمج قاعد يجي واخذ المفتاح على وجهه كمان. طبعا هذه سؤالي دائما اسأل انا شلون مفتاح يطير زي كذا ترى مفتاح في الاخير يقول لك ذا كي تو فيكتور يعني اوكي نايس حلو عجبتني هذه حلو كامي هامي ها صح انه خسر اول ستاك بدري بس لسه ممكن عنده فرصه انه يرجع يوتو ممكن يذبح بالسوبر بدري صح. الفور دار حقته ممتازه يعني ميوتو من الشخصيات اللي تغيرت مره من بدايه اللعبه. بدايه إيه؟ اللعبه كان تراش كان ولا شيء كان شيء مره بخيس اعطوه كذا كم باف شات ضبطته اسرع اقل صار سريع ويذبح انت من الجرس حلو. يبغى يسوي الكومب حق بدانجو بس مره غلط فرصه قرا نايس تك تشيس ممتاز. سلام عليك سلام عليك يا ابوي قاعد يلعب سكواش سكواش هذه جميله صراحه حلو حلو واه صراحه عبد الملك جود جيم نايس جيم عبد الملك وهارد لك ما شاء الله عبد الملك كل ترى تشوف حاجه جديده من عنده.